بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم برشيد، وبتعاون مع المدير الإقليمي للتعليم والمندوبية الإقليمية للصحة، نظمت جمعية روح المبادرة للرعاية الصحية بإقليم برشيد يوم السبت 5 مارس 2022 حملة لتصحيح النظر لفائدة تلاميذ وتلميذات جماعة سدر حاج شاطئ، وذلك بمجموعة مدارس السوالم. نظمت جمعية روح المبادرة للرعاية الصحية لإقليم برشيد المكتب الإقليمي حملة تصحيح النظر بفائدة تلاميذ التعليم العمومي جماعة سيد رحال الشاطئ، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كذلك مع مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإقليم برشيد، والمديرية مدير التعليم والرياضة لإقليم برشيد. الحمد لله الحملة غدا بخير وعلى خير. كنشكروا كل من ساعدنا وسمعنا في هذه الحملة، منهم رؤساء جمعية آباء وأولياء التلاميذ بجماعة سيد رحال، والمجلس الجماعي توا مشكور ديال سيد رحال الشاطئ على المجهودات اللي قام بها معنا من ناحية توفير لا الخيام لا لي باريير. كنشكروا الجمعية على هذه المبادرة الطيبة وهذه الالتفاتة. جمعية روح المبادرة للرعاية الصحية بإقليم برشيد، كنشكر جميع الأعضاء ديال الجمعية واللي كيساعد الجمعية واللي كيساهموا مع الجمعية، الإخوان كنشكركم ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى هادشي يكون لكم في الميزان الحسنات ديالكم. وقد استفاد من هذه الحملة تلاميذ وتلميذات مجموعة من المدارس والفرعيات والثانوية الإعدادية بجماعة سدر حاج شاطئ بإقليم برشيد.